النادي الاهلي بيشتغل في قطاع الناشئين السنه اللي فاتت تحت قياده الكابتن فتحي ابو روك وانت رفضت تدخله وتعترف بده. كابتن فتحي هو اللي كلمني. نعم. كنت وقتها في اللجنه الفنيه. حتى انا استغربت المكالمه، كان علاء كابتن فتحي ازاي حضرتك ما تيجي تشتغل معايا ومش عارف ايه. عرض عليك ايه؟ النبأ بقى النائب بتاعه، النائب بتاع كابتن فتحي. فبقول له يا كابتن فتحي ما انا بضحك معاه طبعا. كابتن فتحي شخصيه على فكره جميله جدا. فبقول له يا كابتن فتحي انا ما كنتش عارف الموضوع بقى، انا ما لسه انا موجود في اللجنه الفنيه يا كابتن فتحي. فقال لي انت مش عايز تشتغل معايا؟ قلت له يا كابتن فتحي انت يا شرف ليا وحضرتك حبيبي جدا وعلاقتي بيه ممتازه، لكن انا موجود في اللجنه الفنيه بس، والموضوع قفل بعد كده. ده اللي حصل، مش عرض من كابتن فتحي، هو تقريبا كابتن فتحي اللي كان عاقل لي يعني انا ما اشوف علاء يبقى موجود برده اضافه للقطاع وكده، لكن لا لو كانت عرض عليا رسمي لا كنت هرفض. كنت هترفض؟ كنت هرفض لان هترجع خطوات كتير. تقول تعترف ان دي كانت اكتر فتره عصبيه في حياتك؟ ليه؟ الامور مش مظبوطه حواليا. وانا ابتديت موضوع اللجنه الفنيه ده عايز اخد خطوه. يعني اللي انت بتقوله ده يا احمد يعني اللي هو تبص كده الناس حواليك كلها بتكبر وانت في ايه؟ تقصد محمد فضل؟ لا مش اسامي والله خالص، مش فضل كان بعيد عن شغلي خالص. محمد حسام غالي كانوا بعاد عن شغل بعاد عن شغل ما بتقعد تفكر. لا مش عايز اقول اسامي، لكن الناس اللي كانت شغاله في الفتره دي انت بتحط تفرج كده مع علاء وتبص على اللي حواليك ايه ده؟ ده في ناس اشتغلت مدرب عام ومسكوا النادي الاهلي ومدير كوره، ايه ده؟ وانت فين؟ انت فين بجد؟ يمكن نجحوا اذا كنت تقصد محمد يوسف الراجل حقق البطوله. لا ما بتكلمش مع النادي الأهلي على فكره، ما بتكلمش على نجاح او مش نجاح. ده ذكاء منه على فكره. انا ما بتكلمش على نجاح او غير نجاح، انا بتكلم على انت فين؟ انا بلوم نفسي انا. ايوه انا بعاتب نفسي انا، انت فين في الناس دي؟ النادي دي اصغر منك وانت فين انت؟ انت يعني لعبت وعملت كل حاجه وانت كبير قوي على الناس دي سنا، مش حاجه مش مقامه طبعا يعني اعوذ بالله، بس الناس دي حققت نجاحات اللي انت بتتمناها وانت ولا حاجه، مفيش حاجه خالص. هل السبب انه علاقاتك مع المسؤولين كانت سيئه؟ ما هو ده عكس اللي انت بتقوله لي، انه ده الكابتن خطيب الاسطوره وحبيبي وبموت فيه. مفيش علاقه. علاقتك مع عادل القيعي كانت سيئه؟ علاقتك مع الكابتن زيزو كانت سيئه؟ امال بتمشي انا مفيش علاقه يعني من يوم مش بقى وانا شغال. لا وانا لعيب كوره اتحداك لو جبت لي مشكله من ساعه ما حطيت رجلي في ملعب النادي الاهلي لحد ما خرجت ما عامل اوضه لبس. ده وانت لعيب عامل وانت لعيب كويس. لما خرجت حتى بعد كده لما رجعت النادي الاهلي مدرب وبعدين لما كنت في اللجنه الفنيه ما فيش مشكله. وانت في اللجنه الفنيه بدات مشاكلك خالص يا جماعه للمره مليون يا احمد. انا خروجي من المكان ده والله برغبتي بس ما خرجتش في اجواءها. ده يا كابتن علاء لازم تقر وتعترف خالص مفيش خناقه. انت الراجل الكتوم اللي ما بتتكلمش اللي ما بتقولش، فجاه احاديث وفجاه كلام والناس بقت مزوله. هو علاء مايوب عامل ليه كده وطالع وبيدلي تصريحات في ايه التصريحات اللي قلتها؟ ما كلها تحمل صيغه الهجوم خالص، ولا هاجمت حد خالص ولا تصريحات ولا حاجه خالص، كلام عادي جدا ما فيهوش اي حاجه خالص. الحاجه اللي حصلت الوحيده كلام بيني وبين الكابتن بس، والله ما اكتر من كده. بينك وبين الكابتن خطيب محمود بس، محمود الخطيب هي الكلام اللي حصل بيننا بس. يمكن هي اما حكينا الناس الكلام ده يمكن الناس استاءت، لكن انت حكيته كنت بتكلم فيه عادي. لكن الناس ازاي يقول حاجه زي قول لي يا جماعه انتوا بتهزروا؟ ايه اللي فيها عادي؟ قلت ايه؟ قلت الكلام اللي حصل بين الكابتن محمود انا شايف ان انا مش هقدر اكمل. لو في حاجه ثانيه موجوده في كنت عايز تبقى مدرب عام على المدرب الاجنبي الاثنين كان موجودين. لا كانت الفتره اللي هي فيها تغيير. كان مكان مدرب عام فاضي ومكان مدير الكوره. فكابتن لو الموضوع ينفع انا تحت امر حضرتك. لان موضوع اللجنه الفنيه ده انا شايف مش خلاص مش هقدر ادي فيه اكتر من كده. والله يا احمد ولا مشكله ولا صوت عالي ولا بمنتهى الهدوء اللي في الدنيا بينه وبين الكابتن بس. علاء طب ما تشوف وفكر كده. قلت له يا كابتن والله انا مش هقدر بس، وعايز اقول لك حاجه، انا سايب اللجنه الفنيه ومش عندي مكان، ما فيش حاجه تانية بقى مستنيها او مربط عليها خالص والله العظيم. وده طبعا غباء مني على فكره، ما انا في مكان ازاي اسيب مكان من غير لو انا يعني كده تبقى مرتب نفسك على الاقل على خطوه تانية. انا مش ما كنتش عامل كده خالص. انا بس انا ما بقدرش مش قادر اقعد في مكان مش مكان طبعا، حاسس ان انا بروح اقعد وامضي واقبض وامشي. ليه مش عايز تقر وتعترف انه لما دخل حسام غالي ودخل محمد فضل وهم صغيرين جدا بالنسبه لك ده امر ازعجك وضايقك جدا وخلاك في منتهى العصبيه؟ بعيد عني. بص يا احمد، اصغر مش اصغر، بعيد عن شغلي. اهلا وسهلا، انما هتجيب لي حد
لو اصغر مني بيوم ويحاول يتدخل في شغلي لا ما قبلهاش ما قبلهاش خالص اطلاقا. وده ما حصلش. كنت واخد حريه كامله يا كابتن علاء في شغلك في ولا النادي؟ طبعا جدا انا ومجموعه بتاعتي وشغلي. كان مجموعتك كابتن؟ كابتن محمود صالح وكابتن ناجي خليل وكابتن حمدي ابو رادي دول كانت مجموعتنا. نعم. وكنت بشتغل معاهم الحمد لله زي ما بقول لحضرتك اشتغلنا وشغلنا شغل كويس.